ورد بس تقعد عم بتفكر بلحنا وصلنا له، شو بتقولي لحالك؟ لبنان إلى أين؟ كتير بفكر بهذا الموضوع، إنه نحن ليش عم بيصير فينا هيك؟ نحن كلنا كبشرية أوقات بحس إنه يه ما يكون مثل الكابوس، يعني إنه يه بليز خلينا نوعى من هذا الكابوس، إنه معقول هذا الشيء عم بيصير مثل الأفلام يلي بنحضرها، الأفلام الأجنبية كنا نفكرون أفكار وما بيصيروا ومن الخيال، بس لا بيتبين إنه هذا الشيء ممكن يحصل أي ثاني. كتير واحد بده يفلسف الموضوع، في روح على الروحانيات، في روح على الفلسفة، بس لا شك إنه هيدي نقطة مفصلية بحياة الإنسان ليفكر إنه ربنا كبير، واللي عم بيصير يمكن درس إلنا، لأنه دايما بقولوا إنه الله هيك بده، الله هيك بده، مش الله بده هيك، الله بحب الخير وخلقنا لحتى نتنعم بكل شيء مقدم لنا إياه، بس هو درس لإلنا، عم بيعلمنا كتير أشياء، إنه نحنا ما نتكبر، ما ننغر، ما نتجبر، نحب بعضنا، ما نتدخل بشؤون بعضنا، نضل نضاف، ننبسط بأقل الأشياء اللي نحن حاصلين عليها، نكون قنوعين. كتير أشياء، كتير أشياء الحقيقة، وعم فكر فيهم يومياً وبحللهم مثل كتير ناس، يعني مثل كتير ناس، كل حدا بيشوف الشغلة من منظاره يعني، بس الأكيد هو درس لإلنا كلنا، درس للبشرية. ورد، مثل ما بنعرف انه انت قبل انتشار فيروس الكورونا كنت عم بتصوري ادوار دورك بمسلسل عشيق امي، فاليوم شو مصير هذا المسلسل؟ وهل من وجهة نظرك الدراما الرمضانية مثل ما عم بيحكي العالم انه رح تكون غيبة هيدي السنة؟ الحقيقة اللي عم نعيشه هلأ مصيرنا كلنا، ما وقفت بس على مصير مسلسل، كنا عم نصور صحيح ووقفنا، وطبيعي كل العالم وقف، يعني المشهد اللي عم نشوفه مشهد مهول كتير كبير، مشهد انه كل الكرة الأرضية قاعدة ببيتها، كل شيء واقف، المصالح الناس، لقمة عايشهم واقفة، طموحاتهم، أحلامهم، روتينهم، فمصير رمضان ولا مصير غير عيد، يعني الأشياء أكبر من هيك صارت، الأشياء أكتر من هيك، يعني نحن هلأ عم نعيش يوم بيومه، عم نشوف شو بده يصير فينا كلنا، كل الأرض شو بده يصير فيها، كيف رح نطلع من هالجنال، كيفنا نخلص من هالمسألة يلي صعبة كتير، ويعني الاشي اكبر من انه بس نفكر شو بدنا نصور وايش بدنا نصور واذا رح نطلع على رمضان، يعني انا بعيدة كتير عن هذا التفكير الحقيقة، بالنتيجة تمثيل مهنتي وكنت عم بعمل مسلسل ومبسوطة فيه وعم نشتغل، صار اللي صار، انكفأنا وقاعدين عم ناطرين شو بده يصير فينا، مش بس شو بده يصير بمسلسلات رمضان، لأنه أصلا لو في مسلسلات أنا مني وعلي، لو عندي أنا مسلسل أنا في صعوبة إني أحضر وركز عليه، لأنه ما عم نقدر نركز إلا على الأشياء، على التوك شوز، على البرامج اللي عم تتناول هذا الموضوع، عم بحكيك حقيقة، يعني وقت اللي عم نحط فيلم بدنا نجرب نحضر وما عم نقدر نطول بيننا، صبرنا عم بيضيق، عم دغري ننقل على المحطات لحتى نشوف شو عم بيصير، فمنه وقت نحضر مسلسلات صراحة، عم بحكي مني وجر. اليوم بما انه صار اكثرية وقتك عم بتقضيها بالبيت وما حسيتي انه انت صرت بحاجة لترجعي اكتر لجمهورك على السوشيال ميديا
وترجع تتواصلي معهم اكتر، يمكن حتى تطلعي لايف عن تطلعي لايف اكتر عن صفحتك، تعطيهم نصائح وقائية. ايه ممكن خلال هيدي الفترة اتواصل، ووقت اللي بحس انه في ضرورة بتواصل عبر صفحتي على الانستغرام. اوقات بشارك يعني المحبين بفيديوهات من خلال بالتصوير بكذا، واكيد يعني بالفتره اللي جايه بدي شارككم بشي شي عم نعيشه يعني. فمنه بعيد الموضوع، مواقع التواصل الاجتماعي عندي محصوره بس بالانستغرام وكافيه بالنسبه لي يعني. يلي بده يعرف اشي عني بيلاقيني هنيك، فهيدا هو النافذة الوحيدة اللي بطل من خلالها، ومكتفية فيها الحقيقة بلا الاخذ والرد بغير محلات يعني. اليوم ورد شو رسالة بتوجهها للاشخاص يلي عم يتعاملوا مع مريض الكورونا اللي عم ينتقل له الفيروس، عم بيتعاملوا معه بطريقة التنمر وكأنه هذا الأمر معيب، وبخاصة شفنا بالآونة الأخيرة الوزيرة السابقة مي شدياء أنه أفصحت أنه هي انتقل لها هذا الفيروس وتعرضت لحملة تنمر من بعض الأشخاص، ويمكن استهزأوا من هذا الأمر. شو معقولة تقولون اليوم ورد الخبر بموضوع الاستهزاء والتنمر وانه يتناولوا هذا الموضوع انه كأنه عيب؟ لا، منه عيب اكيد. هذا وباء بيعدي بشكل سريع، وما حدا بيعرف مين ممكن يرجع ينعدي يعني. هذا مرض ما بيميز حدا، فمنه عيب اكيد. هو بفتكر لما الواحد عم ينصاب بكورونا عم بتكون الصدمة انه اوف معه كورونا يعني، مش قصة بس عيب، كمان لازم نفهم بهذا الموضوع انه منه عيب. واحد عم بخاف يعني، عم بخاف انه فلان معه كورونا يعني، الله يستر بمين كان مختلط ومين الاشخاص اللي اختلط فيهم كمان مع مين اختلطوا. فهو اكيد منه عيب، بالعكس لازم ينقال ولازم نعرف مين، لانه هيدا بيساعد حتى نقدر نعمل ديتكشن للاشخاص اللي اختلط معهم. الوزيرة ما يشديها، انا اول شيء زعلت انه سمعت هيدا الخبر، بس وست ما يشديها يعني عانت بما يكفي، فالكورونا ما وفرها. فصلواتنا مع أكيد مع كل حدا منصاب بالكورونا، ويمكن يكون دوري أو دورك أو دور أي حدا.